أصحاب الأكشاك والبسطيات في محافظة ديالى، أناس تقطعت بهم السبل، فمن جهة يعيشون مخاوف انتزاع بسطاتهم التي تشكل مصدر الرزق الوحيد لهم خلال الحملة الحكومية لإزالة التجاوزات، ومن جهة أخرى يواجهون ابتزاز بعض من موظفي البلدية الذين يطاردونهم يوميا في الشوارع والأسواق. احنا طالعين يعني على باب الله على هالبسطية ماكو، وهم ما يخلوهم يعني يوميا محولين بغير مكان، يوميا شاعتينهم شايلينهم، هم جايين على ناس على باب رزقهم يعني كل واحد اكو ببيوت يعني بس ولد واحد ومعي الامه، هم تقام 9 نفرات 10 نفرات هم الما جايين يعني جاي يشتغلون غير مصدر رزق اهل البسطيه وين يروحون. السلطات الحكومية تؤكد استثناء أصحاب الأكشاك والبسطيات من قرار إزالة التجاوزات، فيما يؤكد بعض هؤلاء استلامهم إنذاراً بالإزالة شاكين تهميش معاناتهم وعدم بحث الحكومة عن حلول لأزمتهم. هسه جانا قرار إزالة البسطيات. إزالة البسطيات هذه احنا ناس فقراء وين نروح؟ الحكومة وعدها شيء بديل لنا. لو اكو فد شيء بديل مجمع مثلا مجمع حكومي ماكو مجمع حكومي نقعد به حتى نشتغل على باب الله. تقريبا احنا ديالنا كلها تجي هذا فركة الفاروق، كلها هاي ديالنا كلها تعرف شكو انسان فقير عائلة فقيرة تجي تاخذ مسواقها من هنايا. يا ريت اكو بديل هذا الشيء، يعني كلها ناس خريجة عوائل يعني والله العظيم قاعدين ايجار. بس يا ريت بديل لهذا الشيء، او ايجار يعني البلدية حتى واحد يأمن على نفسه على عائلته. زين نفرض احنا خايفين على البعيد، يعني اذا صار شيء لا سمح الله عوائل وين تروحها. وبالرغم من القرار الحكومي الذي اكده مقام قضاء بعقوبه عبد الله الحيالي، الا انه لم ينفي حدوث استغلال لقرار الازاله لابتزاز اصحاب الاكشاك والبسطيات، مؤكدا وجود حلول كثيره للازمه ليست قابله للتطبيق. وردتنا كثير من الشكاوى والاستفسارات من بعض المواطنين والباعة المتجولين وأصحاب البسطيات حول قيام بعض ضعاف النفوس بابتزازهم بحجة إزالة تجاوزاتهم. بالنتيجة نطمن هؤلاء بأنه الحملة الخاصة بالتجاوزات لن تطالهم حسب توجيهات مجلس الوزراء. هناك حلول كثيرة لكن لا توجد مساحات لاستيعاب هؤلاء داخل سوق معقوبة. بالنتيجة هم يرفضون الخروج من السوق باعتبار ذروة البيع والشراء والحركة الاقتصادية داخل هذا السوق، وبالنتيجة إذا ما خرجوا خارج هذا السوق سوف لا يحصلون على الربح المناسب. أصحاب البسطات في العراق يكافحون لكسب قوتهم بعد أن ضعفت الأزمة الاقتصادية مأساة العراقيين المعيشية، وجل ما يطلبونه اليوم القليل من القوت والطمأنينة والأمل.